موضوعنا هو الأدوار، موضوعنا اليوم هو الأدوار سيمبلكس ميثود. أخذنا بالمحاضرة السابقة كيفية تحويل مشكلة البريمال علما إلى الأدوار، وكيفية عملية التحويل شلون تتم، أنه وفق شروط معينة اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة، وقلنا يابا كل مشكلة برمجة خطية شنو إلها بريمال، إلها شنو هي إلها دوال. وأخذنا عملية التحويل، وأخذنا نسوي إعادة سريعة للمحاضرة السابقة. المشكلة عندي، المشكلة بهالشكل هذا عندي، هاي سميناها، هاي المشكلة مالتنا، حولناها للجوال، قلنا يا بالمين يصير ماكس الأكبر أو يساوي، يصير أقل أو يساوي البي، وين يصعد يصير البي، يصعد يصير عندي وين بدالة الأوبجكت فانكشن، والسي وين تنزل، شو يصير عندي السي، يصير عندي بالقيود، وعملية التحويل شلون يصير من البريمال للإدوال. وبعدين أخذنا قلنا يابا الإدوال المن إدوال، الإدوال هو بريمال، وأخذنا إنه هذا هاي المشكلة شو نسميها اللي بهالشكل هذا، شو نسميها سيمتريك إدوال بروبلمز، وقلنا الأسيمتريك هي بهالشكل هذا. أخذنا أمثلة لعملية التحويل، المين صار عندي ماكس، عندي أذني القيود وين تحول، صار وين بدالة الأوبجكت فونكشن، وعندي أذني الكوست فيكتور وين صار تحول عندي للقيود. وأخذنا أمثلة لعملية التحويل من البريمال للدوال، واخذنا الويك دواليتي ثيورين، قلنا يعتبر شنو عند هنا يعتبر دالة الكلفة، تعتبر حد أدنى بالدوال، تعتبر حد أدنى علما لدالة الكلفة بالبريمال. وأخذنا نظريات. الساش راح ناخذ، لدوال علما، لدوال يعني طريقة السمبلكس ميثود ايش راح ناخذها، راح ناخذها بالادوال. زين ايش عندي، يقول لي يمكننا ايجاد الادوال لكل مشكلة برمجة خطية. زين ايش راح نستخدم، راح نستخدم تقنية ضمنية تتضمن شنو، تتضمن الخوارزمية البسيطة علما إلى جدول الأدوال. يعني راح نستخدم خوارزمية السيمبلكس ميثود، ولكن بمن راح ناخذها بالأدوال. زين هاي الطريقة ايش راح نسميها، راح تعرف اسم باسم الأدوال سيمبلكس ميثود. زين وقت تستخدم، يقول the dual simplex method is used تستخدم عندما لا يكون هناك حل أساسي واضح لمشكلة البرمجة الخطية. زين هنا راح ناخذ، الخوارزمية، خوارزمية الحل، يعني طريقة الحل اللي راح نتبعها بإيجاد أو لموضوع الـ dual simplex method. زين هنا ايش راح نسوي، الخطوه الاولى ننشئ المعطيات على شكل شنو، اوجمانتد ماتريكس، راح تكون على شكل شنو مصفوفه. زين اذا كانت البي اي نوت اوف بي اي اي صفر اكبر او يساوي صفر، ايش راح يكون، راح يروح للخطوه 3، اذروايز
وين راح يروح؟ راح يروح الخطوة 4. شنو معناته يعني البي اي نوت؟ نو ناخذ هذا ويا شوف السهل. هاي البي، قيم البي ايش راح ناخذ؟ هنا راح تعتمد بي اي زيرو، يعني هنا اذا كانت هاي القيم بالتعاقب، يعني عندي بي 1 0 بي 2 0، يعني هذا بي 1 0 هذا بي 2 0، يقول اذا كانت هاي القيم اكبر او يساوي صفر ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي الحل، هو الحل الحالي هو شو يكون عندي؟ هو يكون حل امثل. وبعكسه ايش راح نختار؟ لا تتذكرون احنا من اخذنا طريقة السيمتكس ميثود للبريمال، كنا ناخذ القيم بالفكتور كوست، القيم بالفكتور كوست كان هنا القيم ايش نختار؟ القيم الاكثر سالبية. هنا بالدوال لا، تحولت الى من؟ تحولت الى قيم البي. ليش؟ لان قلنا احنا الفكتور كوست وين راح يصير؟ راح يصير ضمن القيود. والبي وين راح يصير؟ راح يصير ضمن الاوبجكت فانكشن. زين، هنا اذا اذن القيم اللي هي قيم البي، اذا كانت اذن القيم اكبر او يساوي صفر، فشي يكون عندي؟ يكون عندي الحل الحالي هو الحل الامثل. وبعكسه اختار الصف الاكثر سالبيه. من الصف الاكثر سالبيه هو سالب 5، لان عندي كم قيمه سالبه؟ عندي سالب 3 وسالب 5. زين، البيسك ماتريكس اللي راح ناخذها عندنا، البيسك ماتريكس اللي راح اخذها عندي هنا، البيسك ماتريكس راح اخذ هاي البيسك ماتريكس اللي عندي قلنا تشابه الايدنتيتي، يعني شنو المصفوفه المحايده؟ راح يكون عندي هذا هذا الاكس 4، وهذا شنو عندي؟ الاكس 5. وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ البيسك ماتريكس مالتي راح يصير عندي اي 4 وعندي اي 5 اللي تكون عندي بهالشكل هذا عندي. وبالتالي حل منظومه المعادلات الخطيه ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني اكس 1 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا سالب 3، لانه شنو عندي؟ عندي هذا صفر اكس 2 يعني، وهذا الاكس 5 العفو اكس 5 هنا اكس 5 هذا صفر، وهنا اكس 4 صفر، اكس 5 ايش راح تعطيني؟ اكس 5 ايش راح تعطيني؟ سالب 5. زين، هنا ايش راح نسوي؟ طلعنا القيم شنو؟ طلعنا قيم الاكس. هاي هي ايش تعتبر؟ هي تعتبر بيسك سوليوشن، يعني حل اساسي. بس هو شنو؟ نوت فيزبل. ليش نوت فيزبل؟ لانه القيم مال اكس ايش طلعت؟ قيم سالبه. واحنا شو متفقين هنا؟ لازم شو تكون عند القيم؟ القيم اكبر او يساوي صفر. وبالتالي ايش راح يكون عندي؟ هذا حل شنو؟ اساسي، بس شنو؟ غير ممكن. ليش؟ لانه شنو؟ قيم تطلع عندي سالبه. اذا وبالتالي ايش راح نستخدم؟ راح نستخدم الدوال سيمبلكس ميثود لحل مشكله البرمجه الخطيه على. زين، قلنا الخطوه الاولى ايش راح نسوي؟ الخطوه الاولى راح نختار الصف الاكثر سالبيه. وبالتالي عندي سالب 3 وعندي سالب 5، راح اختار هو شو اختار؟ اختار الصف الثاني اللي هو هذا، لانه ليش؟ لان عندي الاكثر سالبيه بالنسبه لقيم بي، الاكثر سالبيه بالنسبه لقيم بي، يا قيمه البي اكثر سالبيه تكون عندي سالب 5. اذا مش راح يكون عندي البي شو يساوي لنا؟ مين؟ يا هو سالب 3 سالب 5. وبالتالي راح استخدم شنو؟ رو سكند رو اللي يعتبر الصف المحوري. زين، والله خلصنا الصف المحوري، شو نريد نختار بعد؟ نريد نختار العمود المحوري. كنا بطريقة السيمبلكس ميثود نختار بالبداية العمود، وبعدين نقسم شو نسوي؟ نقول هذا تقسيم هذا وهذا تقسيم هذا وهذا تقسيم هذا. ولكن بطريقة الدوال سيمبلكس ميثود لا، اختلفت الشغلة. شنو اللي اختلف فيها؟ ورا ما حددنا الصف المحوري، الدور ناخذ قيم الكوست فيكتور، يعني
فيكتور المتجه، فيكتور دالة الكلفة اللي هو شنو عندي هذا العفو. بس ملاحظة انه شلون حولنا المشكلة مالتنا وياي. دالة الكلفة هاي وياها اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3، ومطين القيود هاي الكونسترين مطين اياها الاذن وياهن. زين هذني القيود حتى اضيف السلاكنس اطبق طريقة السمبلكس، لازم شو احولهن؟ احولهن الى شنو؟ اقل او يساوي. فاضرب القيود بسالب، ايش تعطيني؟ تعطيني سالب اكس 1 سالب اكس 2 سالب اكس 3 اقل او يساوي سالب 3. وبالنسبة للثاني شو يصير لي؟ يصير عندي العفو هاي مو سالب، شو يصير عندي؟ سالب 4 سالب اكس 2 سالب 2 اكس 3 اقل او يساوي سالب 5. وحتى احول الانكواليتي الى كواليتي لازم اضيف السلاكنس اللي هو اضيفه هنا زائد اكس 4، حول لي علما حول لي الى مساواة. وهنا شضيفا اضيفا اكس 5 زائد اكس 5، حول لي الانكواليتي علما الى مساواة الى كواليتي. وبالتالي عندي هاي دالة الكلفة وهاي القيود مالتي. اجي اخذ المصفوفة المعززة، المصفوفة المعززة شو راح اخذ؟ راح اخذ المعاملات سالب واحد هذا ويا سالب واحد، سالب واحد هذا ويا سالب واحد، سالب واحد هذا ويا سالب واحد، هذا واحد هنا معامل صفر اكس 5 زائد اكس 5 هذا وياه، وهاي البي هاي وياها البي. وبنفس الطريقة نيجي للكوست فيكتور، ايش ناخذ؟ ناخذ المعاملات، هذا معامل ايش قد؟ هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد، وبقية القيم شو تكون عندي؟ اصفار. زين نرجع نقول اختارينا القيمة الأكثر سالبية اللي هي سالب 5. أجي شو أسوي؟ أجي أريد أختار العمود المحوري. شلون أختار العمود المحوري؟ ناخذ البي هي عبارة عن أرجمين بقسمة القيمة المطلقة علما الواحد علما سالب 4 هذا وياه، الواحد إلى سالب 1 هذا وياه، والواحد علما إلى سالب 2 هذا وياه، وصفر إلى صفر وصفر إلى واحد أذن وياهن. أذني شبيهن القيم، أذني أذني القيم. فش يطلع عندي؟ يطلع عندي هنا ربع وواحد ونصف. شو اختار من عندهن؟ المين مالتهن اقل قيمه هي شنو؟ هي ربع. يعني يا قيمه راح نختار العمود الاول يكون هو العمود المحوري. زين ورا ما اختارين راح يكون عندي، اذا راح يكون عندي الصف هو يا صف الصف الثاني العمود الاول، راح يكون عندي هو العنصر المحوري اللي راح اجري التغييرات. اللي قلنا اول شيء صار عندي الصف الثاني او 2 وهنا كولوم 2 الصف العمود الاول هذا وياه. اذا اشيك الخطوه الاولى اباوع قيم البي اكبر او يساوي صفر لو لا or not. إذا هاي القيم أكبر أو يساوي صفر فش أسوي؟ تعتبر هذا الحل هو الحل الأمثل، إذا القيم سالبة. زين فهنا شو أسوي؟ هاي القيمة شو أسويها؟ أكون أسويها واحد، وهاي القيمة شو أسويها؟ صفر، وهاي القيمة شو أسويها؟ أسويها صفر. حتى أحول هاي القيمة لصفر شو أضربها بيمن؟ أضربها بسالب واحد على أربعة، الصف كله ضربته بسالب واحد على أربعة. فهذا من ضربه بهذا شو يعطيني؟ واحد. هذا ضربه بهذا شو يعطيني؟ يعطيني هذا بهذا شو يعطيني؟ هذا المقدار. هذا بهذا شو يعطيني؟ يعطيني هذا المقدار. هذا بهذا وهذا بهذا شو يعطيني؟ يعطيني هذا المقدار. زين حولناه لواحد. الخطوة الأخرى شو نريد؟ نريد نسوي هذا الأصفار هذا وهذا صفر.
فنضيف هذا الصف علما ان هذا الصف شو الطاني؟ الطاني هذا وياه، وهذا الصف اضربه بسالب بضيفه لهنا شو الطاني؟ الطاني هذا. اذا حصلت على مصفوفه اللي بيها البيانات بالشكل الاتي، بدلت الصف الاول بمكان الصف الثاني، حصلت هذا الشكل اللي هو شو يكون عندي بالشكل هذا. زين، وانا ما حصلت هذا الشكل او الجدول، اشيء قيم اي اكبر او يساوي صفر. اذا اكبر او يساوي صفر اذا توقف، اذا لا شاخذ استمر. زين، نجي ناخذ البيسك ماتريكس. راح اخذ البيسك ماتريكس اللي هي هاي، يعني الاي 1 هذا ويا الاي 1، والاي 4 هذا ويا الاي 4. قيم الاكس هنا ايش راح تطلع؟ اكس 1 ايش تطلع عندي؟ تطلع تساوي لنا شو تساوي لنا؟ تساوي لنا 5 على 4. العفو، الاكس 4 هنا، الاكس 4 لانه هذا ما يقابل الاكس 4، هذا اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5. شو تطلع عندي الاكس 4؟ يطلع عندي سالب 7 على اليمين على 4. زين، اجي اختار القيمة الاكثر سالبية، هاي موجبة، اذا القيمة الوحيدة السالبة هي شو تكون عندي؟ هي سالب 7 على 4. وهاي وين صايرة؟ هاي صايرة بالصف شنو؟ الصف الثاني. زين، إذا الصف الثاني هو يعتبر صف محوري. شو أريد أختار بعد؟ أختار العمود المحوري. وأخذنا شلون ناخذ نطلع العمود المحوري، شلون نطلع العمود المحوري؟ هذا الصف المحوري، شو نسوي؟ قسمة هذا على هذا، وهذا على اليمن على هذا، وهذا على اليمن على هذا، وهذا على هذا، وهذا على اليمن على هذا. يعني شو يصير عندي؟ صفر على صفر القيمة المطلقة، و شو يطلع عند القيمة المطلقة؟ سالب 3 على 4 على اليمن على 3 على 4. هذا انه وياهم مكتوبات جوا هنا، هذا انه وياهم، لان هذا شو يطلع عندي؟ هذا سالب 1. منين اجاني هذا السالب 1؟ عندي سالب 3 على 4 تقسيم 3 على 4، القيمة المطلقة شو يطلع عندي؟ يساوي لنا سالب 1 القيمة المطلقة. وهذا ايضا شو يساوي لنا؟ القيمة المطلقة للسالب 1، يعني قسمة هذا على هذا شو يعطيني؟ وناخذ له القيمة المطلقة. إذا طلعت عندي شنو؟ راح تطلع عندي هنا واحد واحد واحد. نختار الواحد الأول دائما بالأرجمين. شو راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي العمود الثاني، طلع عندي بهالشكل هذا، هذا وياه. شو أسوي؟ أسوي هو نفس الطريقة، هذا أحول الواحد، وهذا شو احوله؟ احوله علما الى اصفار. بس انتبهوا هنا، ورا ما حولنا هذا شو تحول؟ انتبهوا، هاي هنا كان ايش قد؟ اي 4 هنا صار عندي اي 2. ليش؟ لانه ايش حول عندي؟ صار عندي هنا هذا الاي 2، صار عندي شنو هنا؟ هنا لانه راح التمحور ايش راح يكون عندي؟ راح يكون التمحور حول حول هاي نقطة التقاطع. حولنا الواحد، إذا نحول هنا الأصفار بنفس الطريقة. إذا إيش راح يصير عندي؟ هنا الخطوة الأولى أشيك قيم البي، إذا البي أكبر أو يساوي صفر إذا شو نتوقف ستوب. يكون شنو هو؟ يكون الحل المثالي شو يكون؟ يكون عندي البيج ماتريكس مالتي راح تكون هاي وياها، هاي اي 1 هذا وياه، وهذا الاي 2 هذا وياه. اذا ايش راح يطلع عندي؟ الاكس بي الفكتور مالتي ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي 2 على 3 و7 على 3، اللي يمثل لي هذا يمثل لي اكس 1 واكس 2. زين، عندي الاكس 1 معلومه والاكس 2، وبالتالي لانه عندي كم متغير هنا انا عندي
كم يغير عندي بالنسبة للأكس؟ عندي شقد، عندي 5. وبالتالي ايش راح اخذ؟ طلعت عندي الاكس 1 هاي وياها، هاي الاكس 1 والاكس 2، والبقية شو يكون؟ يكون اصفار. اجد دالة الكلفة، دالة الكلفة اللي عندي بالاعلى كانت اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3. فاجي اعوض بهذا الفكتور بي من هنا، ايش تطلع عندي؟ تطلع عندي قيمة 3. زين، مثال آخر يقول consider the linear programming بهالشكل هذا. ايش راح نحوله؟ اذني اذا اريد نستخدم السمبلكس حتى نضيف السلاكنس. طبعا هذا الشكل نقدر نحله بمن بالجراف، يعني نرسمهم اذا بالبدايه ناخذ نقاط التقاطع ونطلع نحولهن المساواة بالبدايه، نطلع نقاط التقاطع مال المستقيمات، وبعدين اطلع المنطقه مالتي واحلها. بس اذني شنو 3 قيود عندي، انه من نحولها اما نحولها لجوال ونحلها، او شو نسوي؟ نستخدم الجوال سيمبلكس ميثود تكون اسهل بالحل. زين، لان هناك تتطلب شلون نرسم وشلون نحدد المنطقه، وهاي مجرد اجراء عمليات حسابيه. زين، يقول سولف ذا ابوف بروبلم، حل المشكله على باستخدام شنو؟ الدوال سيمبلكس ميثود. شو راح نسوي؟ الخطوه الاولى راح نحول اذني القيود المن نحولهن الى اقل او يساوي حتى نضيف الاستاكنس. فهذا الضربة بسالب وهذا الضربة بسالب وهذا الضربة بسالب، صارت عندي هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. شو راح أضيف للأول؟ راح أضيف لأكس 3 والثاني أكس 4 والثالث أكس 5 حتى أحول الإنكواليتي إلمن إلى إكواليتي، إلى مساواة. تحولت إلى مساواة، شو راح أسوي؟ راح أجيب هاي القيم اللي عندي موجودة أحولها إلمن إلى جدول. راح يكون عندي المعاملات هذا ويا هذا، المعامل مالته 4 هذا ويا هذا، 1 هذا ويا وهذا 0 0، لانه ما عندي اكس 4 واكس 5 معاملاتهم شنو؟ تكون اصفار. والسالب 2 هاي هذا ويا، وبنفس الطريقه البقيه والكوست فيكتور هذا ويا، هاي قيمه شقد؟ هاي 1، هاي القيمه شقد؟ 2، والبقيه اصفار. زين، الخطوة الأولى بالحل شو أسوي؟ أضاوع القيم مال البي مالتي، هل هي أكبر أو يساوي صفر؟ إذا أكبر أو يساوي صفر أتوقف، وإذا لا شو أسوي؟ راح أطبق أستمر بالحل. إيش راح ناخذ؟ راح ناخذ البيسك ماتريكس مالتنا، قلنا تشبه المصفوفة المحايدة، راح تكون عندي البيسك ماتريكس هاي وياها، اللي متكونة من الاي 3 والاي 4 والاي 5 هذول وياهم. وبالتالي قيم اكس ايش راح تطلع عندي؟ يعني كانما شلون مصفوفه عندي، مصفوفه هاي اي واضربها بالاكس، يعني على سبيل المثال يعني هاي 1 0 0 0 1 0 0 0 1، عندي اكس 3 اكس 4 اكس 5 يساوي لنا سالب 2 سالب 7 2. وبالتالي قيم اكس ايش راح تطلع عندي؟ اكس 1 شو تساوي لي؟ لان هاي المصفوفه المحايده اضربها باي 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 متجه او فكتر، هنا المتجه لازم تحقق شروط ضرب المصفوفه 3 في 3، هنا عندي 3 في 1، وبالتالي شو تطلع عندي؟ تطلع عندي 3 في 1. فالمصفوفة المحايدة من هاي راح تبقى هاي القيم، ايش راح تطلع؟ يعني راح تطلع عندي اكس 1 اكس 2 اكس لا عفوا اكس 3 اكس 4 اكس 5، شو يساوي لنا؟ سالب 2 سالب 7 2. وبالتالي ايش راح يكون عندي؟ قيم الاكس راح تكون عندي سالب 2 سالب 7 2. زين، هذا هو بيسك سوليوشن،
ولكن شنو يكون نوت فيزيبل. ليش نوت فيزيبل؟ لان هاي اتفقنا لازم شو تكون عندي اكبر او يساوي شنو؟ صفر. زين ايش راح نطبق؟ وي ناو ابلاي ذا دوال سمبلكس ميثود. ايش راح يكون البي عندي؟ البي اللي عندي قلنا البي الصف. ايش راح نختار الصف اللي هو اكثر سالبيه بالنسبه لقيمه شنو؟ قيمه البي. فعندي سالب 2 سالب 7 2 هاي موجبه. اكثر سالبيه ايش راح اختار؟ راح اختار الصف الثاني. والله ما اختار الصف الثاني، اريد اختار العمود. يا عمود هذا صار عندي صف محوري، الصف المحوري هذا اريد اختار دور العمود المحوري. زين شلون اختار العمود المحوري؟ اجي اقسم قيم الكوست فيكتور اليمن على القيم المقابله علما بالصف المحوري. يعني واحد على اليمن راح يكون عند القيمه المطلقه، واحد على سالب 2 و 2 على 2 و 0 على 0 هذا، و0 على 1 و0 على 0. اذا شو اختار؟ راح يطلع عندي هنا موجوده، راح يطلع عندي هذا المقدار اللي هو راح يكون عندي، يطلع المين مالته اقل قيمه هذا ويا، لان هذا الشيء يطلع عندي واحد وهذا الشيء يطلع عندي نصف. فاقل مقدار الى الكيو ايش راح يكون عندي؟ يا هو الكيو راح يكون عندي، الكيو هو ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي العمود الاول. وهو ما طلع عندي العمود الاول هبه الحاله شو اسوي؟ هذا اسويها واحد والبقيه اصفار. زين نفس الطريقه اتبعناها وصلنا النتيجة أنه هذا الجدول اللي حصلناه. أول شيء أشيك أباوع القيم البي هي أكبر أو يساوي صفر لو لا أور نوت. بما أن قيم البي هي أكبر أو يساوي صفر، إذا الدالة مالتي العفو، إذا الحل مالتي راح شو يكون عندي هنا؟ يكون عندي هو اوبتيمال سوليوشن. زين ايش راح تطلع عندي القيم؟ راح تطلع عندي قيمة الاكس 1 ايش راح تطلع عندي؟ هي 7 على 2. وايش راح تطلع عندي الاكس 2؟ هي 0. وايش تطلع عندي؟ راح تطلع عندي الاكس 3 هي 3 على 2. وبالتالي أعوضها بدالة الكلفة اللي هي بالأعلى موجودة x زائد 2 x 2 شو راح تطلع عندي؟ راح تطلع عندي 7 على 2، لأنه هذا راح يكون عندي هو الـ optimal solution. الـ optimal solution هو هذا وياه. زين يقول يمكن حل above the problems in MATLAB. نقدر نحل المثال هذا المثال بطريقة الماتلاب وفق البرنامج هذا. يعني مجرد شنو نسوي برنامج الماتلاب؟ عادة ايش عندي؟ عندي انطيه مصفوفة ال A أو ال B وانطيه ال B T small، وهنا ايش يطلب من عندي؟ يطلب ال A وال B P وال Q وال E وال B. يعني هذا اللي يحب يطلع عليه انه يوجد لنا الحل. هنا أمثلة إضافية لحل الدوال سمبلكس ميثود نفس الطريقة هاي. راح نحولها شنو؟ نحولها إلى أقل أو يساوي. شلون حولناها؟ ضربنا هذا بسالب بسالب، الدور ضفنا السلاكنس اللي هو اكس 3 زائد هنا اكس حتى احوله لان اقل او يساوي. فش اضيف؟ اضيف فد متغير او فد قيمه لهالطرف هذا حتى احول، يعني كانما مثل الميزان عندي اني، مثل الميزان عندي هذا الطرف اقل من هذا الطرف. فش اسوي؟ اضيف المتغير حتى شو احقق؟ احقق المساواه، حتى احقق المساواه. يعني شلون؟ مثلا انا اسوي مثلا واحد زائد اثنين اقل او يساوي
7 حتى أحولها المساواة. إيش قد لازم أضيفن؟ أضيفن فالأربعة هنا شو يصير؟ اللي 1 + 2 زائد 4 شو يساوي؟ يساوي لنا 7. فضفنا متغير، طبعا هذا الاكس 3 والاكس 4 مو بالشرط يكونوا متساويين، لكل حالة قيمة معينة. وبنفس الطريقة أخذنا الماتريكس مالتي، باو اعتذرني بي أكبر أو يساوي 0 أور نوت. إذا لا إيش راح أستخدم؟ راح أستخدم نفس الطريقة، الأقل سالبية شو يكون عندي؟ يكون عندي هذا، فهذا يصير عندي شنو؟ هو يصير عندي الصف على اختار العمود. شلون اختار العمود؟ بالقسمة 3 على هذا، القيمة المطلقة على هذا، ايش يطلع عندي؟ اخترت هذا لأنه شنو تطلع عندي القيمة أقل. واستمريت بالحل ووصلت للناتج النهائي اللي تكون بيه القيم البي. شو تكون عندي القيم المال البي؟ تكون عندي موجبة هنا، يعني البي صار عندي البي انه قيم موجبة، وبالتالي حصلت على الحل الأمثل. هنا مجموعة اكزامبل تحاولون تتمرسون بيها، اكزامبلات نفس الطريقة مالت الحل لكل مثال، نفس الطريقة مالت الحل لكل مثال، بس عندنا اكو أمثلة كلامية هنا. شو يقول؟ consider the following linear programming. نفس الطريقة نحول الأكبر أو يساوي إلى أقل، ونضيف متغيرات، وحولنا الجدول نفس الطريقة وتطلع عندنا القيم، بما أن البي أكبر أو يساوي 0 أور نوت. إذا لا بالحل، شلون نختار؟ الأكثر سالبية هو راح يكون عندي هذا، واختار العمود اللي يحقق لي الار يمين، راح يكون عندي العمود الثالث. ونفس الطريقه مال الحل. هنا عندي اكزامبل، شو يقول بالاكزامبل؟ يقول اذا كان البي والدي، عاده البي يرمونه للبريمال والدي يرمونه للدوان. يقول اذا كان اف ال P and D are primal dual pair of linear programming, then which of the following statement is false؟ أي من الأبوات التالية هي شو تكون عندي خاطئة؟ عادة هنا طبعا أسئلة 4 نقدر نصح، نجيب هنا 4 وذن 4، ومجرد انه شنو يكون عندي مثلا هنا ايش قال لي؟ قايل لي اي عبارات التاليه خاطئه. زين، قول if ال P has an optimal solution then D also has an optimal solution. هاي عباره صح صادقه مو خاطئه. يقول اذا كان عندي ال B هو يمتلك optimal solution فال D يكون عندي يمتلك optimal solution. زين، هاي عبارة. وقلنا الدوال للدوال هو بريمال، قلناها احنا هاي صحيحة. و if ال P unbounded then ال D has no visible solution. هاي العبارة صحيحة، يعني إذا كان ال P عندي unbounded يعني غير محدد، فشي يكون الدوال هو no visible solution. ويقول if ال P has no visible solution then ال D has a visible solution. يعني إذا ال B شبيهة لا تمتلك حل ممكن، لدوال تمتلك حل ممكن. هذا هاي العبارة خاطئة. ليش؟ لأنه إذا ال primal يمتلك حل ممكن بمجال أنه ال D تمتلك حل ممكن، ولكن ال primal إذا ما يمتلك حل ممكن لدوال مالتها شلون؟ لأن هي نفس المشكلة حولت أنا أريد أحلها. إذا العبارة الخاطئة هي العبارة دي. زين، مثال آخر يقول for linear programming primal maximization problem P and the dual مالته Q. زين، which of the following statement is true؟ زين،
يقول the optimal solution, the optimal value of the B and the Q موجود and the same. مو شرط انه شنو الـ optimal value بالنسبة لـ B والـ Q موجودات. يعني مرات شو يصير عندي, يصير عندي مثلا اكو فد ما احصل اوبتيمال فاليو, لانه شنو مثلا عندي مشكله بالنبري مال غير مقيده, وبالتالي ما اقدر احصل شنو اوبتيمال فاليو للبي. وبالتالي هنا شو يقول لي الاوبتيمال فاليو اوف البي اند الكيو موجود اند ذا سيم. هاي العباره شو تكون عندي, هاي العباره خاطئه. Both optimal value exist, يعني الحلين المثاليين موجودات. Both optimal values exist and the optimal value of the B أقل أو يساوي شنو يكون عند... هذا خاطئ. ليش؟ إذا ال optimal value موجود لازم شو يكونون, يكونون مساويين. عندنا نظرية تقول عندنا إذا ال optimal مالتهم شو راح يكونون, يكونون عندي شنو are the same. إذا ال optimal both optimal value علما للبري مال لهاي المشكله, ولهاي المشكله شو تكون عندي, يكون عندي مساوين وليس اقل من عنده. زين ال P will have an optimal solution اذا وفقت, اذا هاي العباره صادقه. ليش؟ يقول ال P اذا تمتلك optimal solution اذا وفقت, اذا الجدول مالته تكون تمتلك optimal solution. زين both ال B and ال Q cannot be invisible. هاي العبارة خاطئة. ليش غير ممكن؟ لا يمكن يعني هنا أنا. هاي العبارة خاطئة. زين هاي تعليق عليها. هنا أنا example آخر هنا. example شو يقول؟ يقول يا بس suppose that the linear programming problem admit a visible solution and the dual admit a visible solution why not then. عندي هنا شو يقول, the dual admit an optimal solution. عبارة شو تكون عندي صحيحة. زين an visible solution of the primal and the dual متحققين. هذا مو شرط. An invisible solution of the primal and the dual satisfy. خاطئة. The dual problem is unbounded. هاي العبارة خاطئة. The primal problem admit an optimal solution. هاي العبارة صادقة. نيجي ناخذ exercise. هاي تمارين تحويل مين نحول determine the dual of each of the following linear programming. أظني نحولهم من مشكلات primal إلى أدوال. أظني ثلاث. زين إن عملية التحويل شلون؟ الماكس يتحول أقل أو يساوي, تحول أكبر أو يساوي. أذن القيم اللي cost vector وين يصيرن بالقيود, واللي بالقيود وين يصيرن, يصيرن بالobject function. فعملية التحويل بصفت أوضح لكم الشغلة تنتبهوا لها, إنه قلنا إذا كان عندي المشكلة ماكس لازم احول القيود الى اقل او يساوي, هم قلنا اقل او يساوي. واذا مين شو تكون عندي اكبر او يساوي, يعني هذا او يساوي لازم احول اكبر او يساوي, شو اسمه بسالب, وهذا احول اكبر او يساوي. زين عندنا قلنا الماكس شو تكون عندي, تكون عندي اقل او يساوي. هاي اكبر او يساوي اضربها بسالب. زين هاي شلون, هاي اريدكم تحلوا لها. هنا راح تصير شقين, إما أقل أو يساوي أو شو يكون عندي. يعني هنا عندي x1 زائد 7 x2 أكبر أو يساوي 20, أو x1 زائد x2 أقل أو يساوي 20. ماشي.
فهنا لازم القيود عندي شو تصير؟ تصير عندي القيود اقل او يساوي، وبالتالي هذا لازم شو احولها؟ احلها اقل او يساوي او سالب، ضرب سالب يتحول الى اقل، راح يصير كم قيد عندي؟ واحد اثنين. هذا واجب مطلوب هوم وورك، وذني الاكسرسايز اللي بعد هذا مطلوب واجب ثلاثة فقط، يعني ثلاثة مطلوب تختارون أي ثلاثة، لا على التعيين تحلون من أذن الاكسرسايز الموجودات هنا، إن هواية خير، فتحلون ثلاثة من عندهم، ثلاثة من عندهم أذن لكم لغاية يوم الجمعة إن شاء الله. عليكم يقول consider the linear programming problem how write down the dual of this linear programming. الخطوة الأولى نحول هاي المشكلة علما إلى dual، ومن ثم نحل solve the primary problem by the simplex method، يعني نحل هذا بما نحله بالsimplex method البريمال مو الدوال هذا اللي حولناه. زين أذني مجموعة تمارين نفس الطريقة مال الحين مالتهم لغاية يوم الجمعة، الغاية لكم إن شاء الله تعالى. إذا أكو أي سؤال، إذا أكو أي سؤال